اليوم حلقة السادسة باك ستيج الحلقة السادسة. مرحبا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ اهلا خلود حبيبي، باك ستيج ابو حميد خلود باك ستيج، طارق الغالي حط على الهواء، ابو محمد حط على الهواء تعالي غادة طبعا، خلود مرحبا شباب. نحن بالبرايم السادس، بعد شوي طالعين على الهواء ان شاء الله. شو هذا المتسابق اللي هاي؟ خلود معنا كمان، اول واحد اليوم ان شاء الله بالتوفيق. هاي سارة، هلو، هاي الشباب، وين زميلك؟ خلود يجي حالك، وهي انا، هاي ابو سطيف. فان شاء الله هيك يا رب يكون التوفيق للجميع. او نحن بالبرايم السادس، باقي 2 برايمز 7 وبعدين الفاينل. هلا ان شاء الله يا رب اليوم بيكون الامور كثير كويسه. هي باسل، ما بعرف شو عم يعمل هنيك، بس انه باسل، وينه باسل؟ نعم، ما نكشته لباسل انا؟ عم يركبوا له المايك. ايه باسل عم يركبوا له المايك لباسل. اهلا اهلا، مرحبا حبيبي، مرحبا، سامعك حبيبي، اهلا وسهلا فيك. تمام، انت سامعني بشكل كويس؟ تمام. انا ما بعرف اذا انتم سامعانيني بشكل كويس او لا. عاده في شغله هون انا بعلي وبوطي من خلالها. لحظه شوي، يمكن حاطينها بالجنب الثاني. نشوفكم على خير، وان شاء الله الليله تستمتعون معنا. شكرا لوجودكم. باسل خياط، مرحبا. يعني ما كنت ارحب فيكم لما المايك ما كان يشتغل، سوري، ما عم بسمع. ام الريم الغاليه ليش مزعوجه؟ لا حبيبي، رجعنا شكرا لكم، جد جد. هاي اليوم معكم اجمعين ان شاء الله، ان شاء الله تستمتعوا معنا الليله. عندكم الملكه وصلت، هاي يا حبيب قلبي، شلونك انت؟ انا مشتاق لك، انت شلونك؟ نو وي، دونت دو ات، في احلى من جي، روح عموره، حبيب قلبي.